Assalamu alaikum, Mr. and Mrs. Chairman, my dear colleagues and professors. بشكر الحقيقة كل اللجنة المنظمة على دعوتي النهاردة وهتكلم in brief على الـ IBS أو الـ Irritable Bowel Syndrome, which is a common GI disorder in females. التوك هتبقى عن ليه common in female, brief عن الـ pathophysiology, how it is diagnosed and the guidelines for management and diet recommendations including food map diets and finally take home message. By definition, according to OM3 criteria, it's a recurrent abdominal pain or discomfort at least 3 days per month in the last 3 months with two or more of the following. Improved with defecation, will onset be associated with change في الفريكوانسي أو في الفورم أو الأبيانس بتاع الستول. الحقيقة أنه الـ IBS one of the commonest diagnosed GI disorders في GP والgastroenterology clinics. الـ worldwide prevalence من 5 بيوصل لـ 15% بيبقى سب classified into constipation predominant with the most commonly in females أو diarrhea predominant وده بيبقى أكتر في الميلز والmixed أو السب classified type. السيمتومز زي ما كلنا عارفينها الابدومينال بين والجاز الالترنيتنج باول هابتس بيبقى معاها بعض الفانكشنال ديس اوردرز زي الهارت بين وفلكس مع السوالوينج ديفيكولتي والنوزيا. الحقيقه احنا بنقلق لما بنلاقي الارم سيمتومز زي ريكتال بليدنج سيجنيفيكانت ويت لوس لو اكتر من 5% على 3 شهور unexplained iron deficiency anemia أو symptoms تبقى أكتر nocturnal أو وجود post family history inflammatory bowel أو colon cancer أو celiac disease. لما بيبقى في persistent diarrhea لازم ندخلها في differential diagnosis no exclude celiac microscopic colitis بالذات اللي بتيجي مع middle age والolder woman مع bile acid diarrhea نتيجة bile acid malabsorption مع lactose intolerance والinflammatory bowel disease والcolorectal cancer. الحقيقة أنه مين هم اللي more liable أنه يجي لهم IBS هم الفيميلز لأنهم twice than men. البيبول أكتر من 35 بيبقوا liable أكتر. الستات اللي أكتر عندهم post family history للIBS. ليه common in females؟ studies كتيرة وحاولت target السؤال ده وكانت الإجابة أنه في biobehavioral stress response مختلف عند الفيميلز. البين social أوطى وأقل عند الفيميلز. الأوتونوميك response to visceral stimuli مع وجود الاستروجين عند الفيميل اللي بيزود الجات sensitivity وده بيبقى proved experimentally أنه بعد ما يعملوا ايفوريكتومي بيبتدي ما فيش أي sex difference خالص. طبعا السايكولوجيكال ايشوز في الفيميلز بتبقى اكتر ولقوا انه الاي بي اس سيمتومز بتختلف مع الفيز اوف منسترال سايكل. دايما بتيجي الفيميلز قلقانه وعندها كونسيرنز واسئله كتير جدا. الاي بي اس ده وانا عندي كانسر ليه البين بيرسيستنت ليه ماي كواليتي اوف لايف افكتد. فبنبتدي بعد الدايجنوزيس ما يبقى كونفيرمد نطمن الفيميلز دي ان هي الموضوع ما هوش لا يؤدي الى انفلاماتوري باول ديزيز ولا هو هيؤدي الى كانسر ولا بيأفكت المورتاليتي. هنيجي هنا نلاقي انه الافكتيف ديس اوردرز الستريس اكتيف ديس اوردرز ليهم كومن باس واي اوف ترانسميشن. الاساس هو الستريس سنسيشن والبين سنسيتايزيشن كلهم سو ابنورمال افنت بوسس بيدوني ديفرنت فورمز اوف كومبلين ونلاقي وايد سبيكتروم اوف بريزنتيشن. يا اما يجوا العيانين باي بي اس 50% من اللي عندهم اي بي اس بيبقوا كومبلينينج اوف انكزايتي اند ديبريشن ممكن يجوا فايبرومايالجيا وكرونيك فاتيج سندوم. عشان كده السايكولوجيكال اسسمنت مهم جدا لان الكو اكزيستنج اوف اني سايكولوجيكال ديس اوردرز موجود بالذات الانكزايتي والديبريشن والسوماتايزيشن. لما نلاقي الباثوفيسيولوجي هنلاقي انه ديفرنت فاكتورز انتراكتنج توجذر. عندنا اولترد اميون انتستينال اميون سيستم بالذات الماست سيل اكتيفيشن اولترد انتستينال مايكروبيوتا سواء في الفانكشن او في الكومبوزيشن واتس كولد ديسبايوزيس اولترد انتستينال فانكشن ويز انكريزد جات سنسيتيفيتي طبعا مع الاوتونوميك نيرفس سيستم والليمبيك نيرفس سيستم والكونكشن ما بين الانتريك نيرفس سيستم واتس كولد جات بين اكسس
في بعض التريجرنج او البريديسبوزنج فاكتورز زي سايكولوجيكال ستريس زي جاستروانتايتس عندنا حاجه اسمها بوست انفكشوس اي بي اس بتبان السيمبتومز كلها بعد اتاك اوف جاستروانتايتس بعض اللايف هابتس السيئه الجينيتكس ليها رول وكان في ستادي قالت انه 2.2% من الاي بي اس بيشنت عندهم ميوتيشن ان سيرتن جين والفايندنج دي الحقيقه بروفد ان فور اندبندنت كوهورتس في اي بي اس بيشنت الجينيتك ديفكت ده بينتربت الصوديوم تشانل اللي موجوده في الجي اي سموس ماسلز اند بيس ميكر اللي هي سموس سيلز في كاجال فده بيأفكت الموتيليتي بتاعه الجي اي. طبعا لما بنبص كده في حياتنا هنلاقي ان الهيستوري مهم جدا لما نيجي نانالايز الحاله بتاع العيان الاي بي اس او البيشنت هنلاقي ان كرونيك انتي بايوتيك يوز المتعود دايما يستخدم انتي بايوتيك كل ما يجي له اي شويه فيفر بسيطه استخدام النون ستيرويدال الفيتامينز والنيوتريشن ديفيشنسي الكرونيك انفلاميشن اللي موجود لو دوت شفناه كمان مع الدايت وازاي احنا بناخد شوجرز كتير اوميجا 6 كتير الجلوتين بنسب عاليه اللايف ستايل بالذات الانفايرمنتال ستريسز والكرونيك ستريس اللي احنا متعرضين له طول اليوم مع الليفر توكسيستي كل ده بينتراكت مع بعض عشان يوصل لي الى واتس كولد ليكي جات. So we have to know that our GIT is considered our second brain لأن لقوا أن السيروتونين اللي بيطلع من الجي آي أكتر من اللي بيطلع من السي إن إس. الدياجنوزيس زي ما قلت في أول سلايد أنه بالديفينيشن أكوردنج تو هوم 3 كرايتيريا لكن لازم نتأكد أنه no evidence of أي inflammatory, anatomic, metabolic or any neoplastic process هي اللي مسببة السيمتومز دي. المانجمنت بتاع الاي بي اس انكلودنج نمبر 1 لايف ستايل موديفيكيشن اند دايت موديفيكيشن ان اديشن تو ذا فارماكولوجيكال ثيرابي. لو بنبص على السمري للمانجمنت اول حاجه لو السيمبتومز هتبقى مع الاي بي اس هنبتدي نشوف هل في الارم فيتشرز او لا. وجود الارم فيتشرز ده هيخليني ابروسيد لفرزر مور ديب اند سوفيستيكيتد دايجنوزيس اهمها الاندوسكوبي والايمجنج ستادي مع بعض اللاب ورك. لو ما فيش اي الارم فيتشرز ده هيخليني بيعالجوا غالبا بدومينانتلي سيمبتوماتيك على حسب اكتر سيمبتومز تعب العيان. لو الابدومينال بين يبقى انتي سبازموديك لو كونستيبيشن يبقى فايبر واوزموتيك لاكستيف لو دايريا يبقى انتي دايريال وهكذا. لكن اللي هلاقيه مشترك هو البروبايوتيك اللي بيدوه في الثلاث انواع من الاي بي اس. في سيستميك ريفيو وميتا اناليسيس خدت 15 كنترولد ستاديز كانت تقريبا انفولفينج 1800 عيان لقوا ان البروبايوتكس بتقلل البين والسيمتوم سيفيرتي سكورز في العيانين الاي بي اس. علشان يبان الإفكت أو نبتدي نشوف بداية improvement على الأقل هنستخدمه من 4 إلى 6 أسابيع. According to NICE guidelines 2015 كان آخر أمندم عملوه أنه زودوا أنه الأنتيديبريسنت بيضاف بالذات التريسايكليك أنتيديبريسنت وبنبتدي باللو دوز وبنبتدي سنجل دوز أت نايت وبنزود لو ما كانش فيه response. وبعد التاي سايكليك لو فيلد بنبتدي ندي السلكتيف سيروتونين ابتيك انهيبيتورز ونفولو اب البين والديسكومفورت. من الريكومنديشنز بتاع النايس هو اللو فود ماب دايت. لو فود ماب دايت ده لو البيرسون بيرزيست انه فولوينج الجنرال لايف ستايل والدايت ادفايس وي ستيل هاف كومبلين هنبتدي نوفر الفود ماب دايت زي ما هنقولها دلوقتي. يبقى بنبتدي في الدايت ريكومنديشنز ان احنا ناخد بيرفكت دايت هيستوري عشان نشوف ايه الحاجات اللي بتريجر وبريسيبيتيت السيمبتومز. individualization is the key مفيش واحد زي التاني لازم اعمل له specific plan مخصوصة ليه وcompatible مع اللايف ستايل بتاعه ومع السوشيال ليفل. elimination للgas producing food ولو فات ماب دايت لاكتوز اند جلوتين افويدنس. الفود ماب دايت دي الحقيقة في أول الألفينات كان دكتور جيبسون عند دكتور سو شيفورد قالوا إن الفود ماب دايت زول هم أول ناس ابتدوا يفكروا فيها وكان الهدف إنه يحسن السيمبتومز تاع الفانكشنال جي آي ديس أوردرز. إيه هم الفود مابس دول؟ دول جروب أوف شورت تشين كربوهيدرات إنكمبليتلي أبزوربت في السمول انتستين وفيرمنتد في الكولون. الميكانيزم اوف اكشن والافيكاسي كان اكسبلود في ميني كلينيكال اند سيستميك ريفيو ستاديز والحقيقه ان هم شود بروميسنج ريزلت ان سيمبتومز ريدكشن.
بنعمل ايه بنإليمينيت الفود مابس من الدايت لمدة 6 ل 8 اسابيع وبعد السيمتوم ريزوليوشن بنبتدي نعمل جراديوال ري انتدكشن للفودز الهاي انفيرمنتبل كاربوهيدراتس تو ديتيرمين ذا انديفيديوال توليرانس تو ذيس تايب اوف فود. طبعا الفود ماب ليست كلنا عارفينها او على الاقل قرينا عنها اللي فيها فاكتوز كتير معظم الابل المانجو البيرز السويتنرز بالذات الهاي فاكتوز كورن سيرب اللاكتوز بالذات الميلك والانهايبت تشيز الفاكتنز موجوده في الفيجيتابلز زي البروكلي والكابج والاونيونز الجلاكتنز موجوده في الليجيومز والفروتس البوليولز موجوده في الفيجيتابلز والارتفيشال سويتنرز. طبعا الكولونيك فيرمنتيشن الفيرمنتيشن البكتيريا اللي بيحصل بعد الفود ماب انجيشن بيعمل جاز برودكشن وبيأفكت الموتيليتي والفيسرال سنتريشن والاميون والبرميابيليتي نيجاتيفلي وده اللي بيؤدي الى جي اي سيمتومز. الحقيقه في استدي لسه منشوره في فبراير 2016 اكدت لنا ان اللو فود ماب دايت نورمالايز اللارج انتستاينال اندوكراينال سيلز دينستي ان اي بي اس. الاستادي دي انفولفت 46 عيان كانوا يسيفد دايتري جايدنس على مدى 3 او مور سيشنز وعملوا لهم كولونوسكوبي طبعا بعد الكونسنت قبل وبعد ومشيوا على الدايت دي اتليست 3 مانث بعد كده اتعمل الكولونوسكوبي تاني وطبعا الكولونوسكوبي الحقيقة كان توتالي فري يعني كان توتالي نورمال ماكروسكوبيكالي وبالنكت اي ولكن لما اخدوا بايوبسي عشان يعدوا الاندوكاين سيلز لقوا ان السيتونين والبيبتايد واي واي سيل دينستي في الكولون increased significantly after following this diet advice ووصلوا للنورمال values compared بالكنترول. الدينستيس بتاع الاندوكاين سيلز في اللارج انتستين affected by the type of food consumed وده كان الconclusion. So normalizing the dynasty and recover the malfunctioning بتاع السيروتونين and the peptide YY cells improved the IBS symptoms. لكن ناخد بالنا انه الفود ماب دايتس ليها paradoxical effect للأسف لأنها associated بmarked change في الgut microbiota وإحنا كنا بنrecommend إن إحنا ندي probiotics في كل أنواع الIBS وعشان كده ابتدوا دلوقتي يفكروا كان الأول يدوا إيه يا إما يدوا probiotics لوحده يا إما يعملوا food map لوحده. دلوقتي بيحاولوا يعملوا الاثنين مع بعض إنه يمشوا العيانين على food map diet ويدوهم probiotics معاه عشان ما يعملش affection للintestinal microbiota. Take home message بان IBS highly prevalent functional disorder in female بتقلل قوي وبتأفكت البيشنت quality of life. الباثوفيسيولوجي include altered gut motility, visceral hypersensitivity, psychological stress, altered gut brain axis and alteration for gut microbiota what's called dysbiosis in addition to the genetic predisposition. التريتمنت زي ما شفنا مصري سيمتوماتيك مع اللايف ستايل موديفيكيشن ومحاوله الستريس مانجمنت ان احنا بننصح الفيميلز بمايلد اكسرسايز حتى لو ماشي نص ساعه خمس ايام في الاسبوع هيحسن قوي الستريس مانجمنت. Low food map diet is recommended by guidelines but its long term effect on gut microbiota is still not studied well. Long-term successful IBS management is likely to take place only after addition of dietary changes. And thank you.